في 18 من أكتوبر لعام 2024 بدأ فصل جديد لرابطة خبراء تكنولوجيا المعلومات السودانيين في قطر. عقدت الرابطة اجتماعها السنوي العام الذي يمثل لحظة محورية في مسيرتها. لم يكن هذا الاجتماع مجرد تجمع روتيني، بل كان منصة للتغيير والتجديد. اجتمع مجتمع تكنولوجيا المعلومات السوداني في قطر مفعما بالحيوية والحماس للعام المقبل. وبحماسهم المشترك للتكنولوجيا والتزامهم بالنمو المهني، كانوا على استعداد لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. امتلأ الجو بتوقعات كبيرة بينما سلمت اللجنة المنتهية ولايتها زمام الأمور. لقد أرست هذه اللجنة أساساً قوياً، وعززت مجتمعاً نابضاً بالحياة من المتخصصين في مجال التكنولوجيا السودانيين في قطر. الآن حان الوقت لفريق جديد للبناء على هذا الإرث. اللجنة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها بتصويت ساحق من الثقة، كانت على أتم الاستعداد لقيادة الرابطة إلى عهد جديد من الابتكار والتعاون. تمثل اللجنة التنفيذية الجديدة مجموعاً متنوعة من المهارات والخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. يجلب كل عضو منظوراً فريداً إلى الطاولة، مما يضمن نهجاً ديناميكياً وشاملاً للقيادة. إنهم ليسوا مجرد واجهات، بل هم أعضاء نشطون في مجتمع تكنولوجيا المعلومات السوداني في قطر. إن التزامهم بخدمة الرابطة هو شهادة على تفانيهم في تمكين أقرانهم. هذه المجموعة المتنوعة التي يوحدها رؤية مشتركة على أهبة الاستعداد لرفع رابطة خبراء تكنولوجيا المعلومات السودانيين إلى آفاق جديدة. على رأس اللجنة الجديدة تم انتخاب أنور فتح الرحمن رئيساً. إنه خبير متمرس في تكنولوجيا المعلومات، يتمتع بسجل حافل من النجاح في القيادة والتواصل. إن رؤيته الاستراتيجية ومهاراته القيادية ضرورية لتوجيه الرابطة نحو أهدافها. ويعمل جنباً إلى جنب مع الرئيس محمد الختم عبد القادر، نائب الرئيس المنتخب حديثاً. يجلب معه خبرة واسعة في إدارة المشاريع لهذا الدور. إن قدرته على تنفيذ الخطط بفعالية وإدارة فرق متنوعة تضمن العمل السلس للرابطة. يشكل الرئيس ونائب الرئيس معاً ثنائياً قيادياً هائلاً على استعداد لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تنتظرهم. يشغل منصب الأمين العام المهم مدثر أحمد، يشتهر بمهاراته التنظيمية الاستثنائية واهتمامه الدقيق بالتفاصيل. سيكون للأمين العام دور أساسي في ضمان التواصل الفعال داخل الرابطة وإدارة عملياتها اليومية. وبنفس القدر من الأهمية دور أمين الصندوق الذي أوكل إليه طارق عبد الحميد، فهو يجلب فطنة مالية حادة وفهماً عميقاً للإدارة المالية. سيكون أمين الصندوق مسؤول عن الإشراف على الشؤون المالية للرابطة وضمان الشفافية والمسائل في جميع الأمور المالية.